خلي حركتك اسرع يا مالك. الخبز والفرز ده نبيعه ويبقى له مكافآت، هم اللي شغالين، هم اللي بيتعبوا. هو المشروع فيهم طيب. دول انا قلت لك دول اهم من اللي في المكتب، لان هم دول شغالين على الواقع. كل الناس اللي بتشتغل تاخد بالك، اللي هو خميس، هم دول اللي اشتغلوا في الارض. تمام سعادتك، دول مشروع قائم عليه، دول هو اللي في المشروع، هو اهم من اللي في المكان. هم مش مبنى عام، اهم من هم وزملائهم. تكسيرها يا رؤوس عشان الميه بس بنزحها. خد بالك النضارة. حط اكشاك ايه دلوقتي؟ لم يا باشا. مش راح تاخد المحافظ الدم يا باشا. هناخد العينات. هناخد العينات ايه؟ شغال بالكلابة ولا شغال كده؟ اعمل ماجد اشتغل وما تشتغلش. خلي بالك يا ولد، ايه ده يا ولد؟ I'm going to go to the hospital.